قرارات هامة لمجلس الأمن القومي والحكومة في تركيا اليوم بعد 5 أيام من الانقلاب الفاشل. 50,000 عملية اعتقال وعزل وإقالة في الحملة المضادة للمتهمين بالضلوع في الانقلاب الفاشل في تركيا. الطيران التركي يقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق للمرة الأولى منذ المحاولة الانقلابية. الرئيس الفرنسي يؤكد مقتل 3 جنود من القوات الخاصة في مهمة ضد داعش في ليبيا. الجيش اليمني يدعو الأمم المتحدة إلى إرسال لجنة تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في محافظة التعز وسط اليمن. الكنيسة الإسرائيلية يقر مشروع قانون مثير للجدل يسمح بطرد أعضاء البرلمان المتهمين بإثارة الكراهية ضد دولة إسرائيل، ومعارضون يعتبرون أنه موجه ضد النواب العرب. بريطانيا تتخلى عن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بسبب تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد.